عيد الأضحى أو العيد الكبير هو مناسبة للفرحة. في هذا العيد كنخلفوا نفايات كثيرة اللي يمكن تضرب صحة الإنسان والبيئة إلا ما تعاملناش معها مسؤولية. إذن شنو المعمول باش الفرحة ديالنا تكون كاملة؟ ما نلوحوش المخلفات ديال الذبيحة في القوادس باش ما تخنقش. نتجنبوا كل السلوكات اللي يمكن لها تأثر سلبيا على البيئة والجمالية ديال الحومة والمدينة ديالنا. نوضعوا النفايات في أكياس ونسدوها مزيان ونحطوها في قلب صناديق القمامة ونراعيو وقت مرور شاحنات النظافة. وما نساوش البطانة، ما نجرحوهاش، نرشوها بالملح ونعزلوها في مكان مهوي باش يمكن نستافدوا منها. وهكذا نكونوا سهلنا عمل خوتنا اللي كيجمعوا البطين واللي كيشتغلوا بقطاع النظافة. وفي هذه المرحلة الدقيقة اللي كتطلب الحذر واليقظة للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصنا نتاخذوا جميع الإجراءات الوقائية المعتمدة باش نتجنبوا العدوى وما نتعاملوا غير مع الناس اللي كيحملوا رخص الذبح المسلمة من السلطات المختصة. نحتفلوا بعيدنا ونحافظوا على بيئتنا وصحتنا. وعيد مبارك نظيف.